فالأستاذة إيفيلين متى عضو برلمان العسكر بتقول: تقدمت بطلب لوزير الآثار بشأن ترميم طابية عرابي والمسجد المعيني والكوبري الأثري في محافظة دمياط، لكنه رد قائلا: الترميم محتاج مبالغ ومفيش ميزانية. ده صحيح إيفيلين؟ انت هتلوم وزير الآثار في ايه؟ اطبخ يا عبد كلف يا سيد. اجيب لك منين طيب؟ فعلا ما بهزرش يعني. اسالي السيسي بقى اللي بيروح يعمل العاصمه الاداريه. يعني لا تلومي مصلحه وزاره الاثار ولا وزير الاثار، ده واحد جاي له ميزانيه يا دوب يقبض المرتبات. الحقيقه الراجل ما يقدرش يعمل اي حاجه، وما فيش سياحه، فلا في دخل للسياحه ولا في ميزانيه من الدوله. الميزانيه رايحه فين يا إيفيلين؟ رايحه العاصمه الاداريه الجديده بس. فانت بدل ما تكلمي وزير الاثار، كلمي السيسي يطلع لك اي مبلغ ترممي بيهم الحاجات العظيمه اللي انت بتقوليها دي.